ممكن في حصة الفيل، وخرج كل منهم ليبدأ في الوصف. قال الأول: الفيل هو 4 ثعبان على الأرض. قال الثاني: الفيل يشبه ثعبان تماما. وقال الثالث: الفيل يشبه مكنسة. وحين وجدوا أنهم مختلفون بدأوا في الشجاع، وتمسك كل منهم برأيه، وراحوا يتجادلون، ويتهم كل منهم الآخر أنه كاذب ومدعي. بالتأكيد لاحظت أن الأول أمسك بأرجل الفيل، والثاني بخرطومه، والثالث بديله. كل منهم كان يعتمد على برمجة الفيل وتجاربه السابقة، لكن هل التفت إلى تجارب الآخرين؟ من منهما الخطأ؟ التفت في السابقة، هل كان أحدهم يكذب؟ بالتأكيد لا، أليس كذلك؟